هل يجوز للمرأة أن تلمس الكتاب الدراسي كتاب التفسير وعليها العذر الشهري؟ لا بأس بذلك، أن الحائض تلمس كتاب التفسير، كتاب الحديث، كتاب الفقه، لا بأس بذلك، إنما الممنوع لمسها مباشرة للمصحف الشريف، لا تلمس المصحف الشريف مباشرة إلا من وراء حائل، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. جزاكم الله خيرا.